بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في عام 1844 ألف كاتب فرنسي اسمه ألكسندر دوما رواية من محض خياله أسماها رواية الفرسان الثلاثة. هذه الرواية الخيالية تسرد قصة ثلاثة حراس ملكيين مدمني خمور قاموا بمساعدة صديق رابع لهم لإنجاز مهمة لملك فرنسا لويس الثالث عشر. المهم أن الفرنسيين نشروا هذه القصة الخيالية في أرجاء الدنيا، فجعلوا من ثلاثة فرنسيين مدمنين للخمور فرسانا أسطوريين، هذا على الرغم من كونهم ثلاث شخصيات خيالية لم تقدم شيئا فيه بطولة حتى في أحداث الرواية نفسها. قبل ذلك بنحو 1200 عام خرج من صحراء العرب ثلاثة فرسان حقيقيين، اتجهوا شمالا نحو بلاد الشام على رأس سرية صغيرة مكونة من 3000 مجاهد إسلامي ليقابلوا جحافل الإمبراطورية الرومانية العظمى بكامل جيشها الإمبراطوري الضخم المكون من 200,000 مقاتل. السرية الإسلامية انتصرت على قوات إمبراطورية بيزنطة انتصارا لم تشهد الأرض مثله من قبل، ولكن هذا الانتصار الأسطوري جاء بعد أن ضحى الفرسان المسلمين الثلاثة بأرواحهم في ميدان المعركة، لا في سبيل ملك فرنسا بل في سبيل أن يصل هذا الدين إلي وإليك. هؤلاء الفرسان الثلاثة هم زيد بن حارثة، جعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم وأرضاهم. هل تعرف سيرة كل واحد منهم؟ بل هل سمعت بهم من الأساس؟ الحقيقة أنني لا ألوم الفرنسيين على اختلاقهم لأبطال وهميين لينشروا قصصهم في مشارق الأرض ومغاربها، ولكنني ألوم المسلمين الذين ضيعوا قصص أبطالهم الحقيقيين. ففي الوقت الذي نرى فيه فرنسا تدرس قصة الفرسان الثلاثة في مدارسها وتصنع لأطفالها رسوما متحركة، نجد أن أطفال المسلمين بل وشبابهم لا يعلمون شيئا عن تاريخهم. هذه المأساة جعلت أطفالنا يحلمون أن يصبحوا مثل الرجل العنكبوت سبايدرمان أو الرجل الخارق سوبرمان. أما بطل حقيقي مثل القعقاع بن عمرو التميمي الذي قتل بنفسه الفيل الأبيض العملاق في معركة القادسية فلا يعرفه أحد منهم. هل تعلم أن الرجل العنكبوت أو سبايدرمان هو بالأساس شخصية يهودية صممها منتجو الشخصية اليهود لكي يحمي شوارع نيويورك؟ حتى الممثل لهذه الشخصية ينبغي عليه أن يكون يهوديا، وهذا بالمناسبة ليس نقطة على اليهود بل نقطة لصالحهم لاحترامهم لوجودهم وثقافتهم. ولكن ماذا عن أطفال المسلمين؟ ألا وجود لبطل مسلم واحد يقتدي به الأطفال المسلمون؟ ما هي أشهر شخصيات عربية تاريخية يعرفها أطفالنا؟ إنها بلا شك شخصيات السندباد، علاء الدين، وعلي بابا. هل تعلم أن هذه الشخصيات ليست حقيقية ناهيك عن كونها عربية؟ أذكر لي مؤلف هذه الشخصيات. من هو مؤلف كتاب ألف ليلة وليلة؟ الجواب لا علاقة له بالعرب أو المسلمين. ما هي البطولة التي يتعلمها أطفالنا من علاء الدين؟ لا شيء، كل شيء يريده يطلبه من المصباح السحري، ولكن ماذا صنع لأمته؟ بل ماذا صنع لنفسه؟ ما هي الأخلاق التي يتعلمها أطفالنا من علي بابا؟ لن يتعلموا سوى أن يصبحوا لصوصا. علي بابا سرق الأموال من الأربعين حرامي التي سرقوها بالأساس من الناس ليصبح هو اللص الواحد والأربعين. هذا ما تريد تعليمه لابنك وأنت تقص عليه هذه القصص؟ في هذا البرنامج سنحاول تغيير واقع التاريخ الإسلامي المزيف وإزاحة الغبار عن قصص منسية لعظماء أقل ما يقال عنهم أنهم عمالقة في التاريخ الإنساني بمجمله، بل هم عمالقة التاريخ الإنساني. فالغزو التاريخي لا يحارب الواقع فقط وإنما يحارب الماضي الذي بني عليه الحاضر. ونظرية الغزو التاريخي تتلخص بأن يدمر الغزاة أسباب وجودنا أصلا على ساحة التاريخ، فيقومون أولا بالتشكيك والطعن برموز الأمة، ثم يقوم أولئك الخبثاء بتحويل أبطالنا إلى قتلة مجرمين
وعلمائنا إلى أشخاص مجانين، وبأحسن الأحوال إلى شطبهم من ذاكرة التاريخ نهائيا. ثم يقوم نفس الغزاة بتمجيد أبطال وهميين في تاريخهم، فيتحول قائد عظيم مثل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه إلى مجرم حرب، بينما يتحول مجرم حرب مثل نابليون إلى قائد يدرس في كتبنا الدراسية. فيصبح عباس ابن فرناس مخترع الطيران عالما مجنونا لمحاولته الطيران، بينما يمجد بها الأخوان رايت. وعلى فكرة محاولة عباس بن فرناس للطيران نجحت وطار بها ولم يمت بعدها مباشرة كما علمونا إياها بالمدارس. رامبو مثلا، لا يكاد أحد من شبابنا لا يعرفه. الشيء الغائب عن كثير من الشباب أن رامبو شخصية وهمية لا وجود لها إلا في الخيال. السينما الأمريكية خلقت شخصية رامبو بعد هزيمتها في فيتنام لرفع الروح المعنوية، ومعهم كل الحق في ذلك، بل هذا ما ينبغي لكل دولة محترمة أن تقوم به. ولكن الشيء الغير مقبول أن يتحول رامبو الخيالي لبطل لدى شباب المسلمين، بينما بطل مسلم حقيقي يفوق بطولات رامبو يبقى تاريخه مجهولا. مثلا، هل تعرف البطولات التي لا تكاد تصدق لأبطال مثل محمد بن مسلمة؟ وهذا بالمناسبة اسم لصحابي جليل كانت له عمليات بطولية جبارة، سنأتي على ذكرها بالبرنامج إن شاء الله. مثال آخر للشباب المعجبين بالثائر الشيوعي تشي جيفارا، ما رأيك ببطل إسلامي حقيقي اعترف جيفارا بأنه تعلم منه شخصيا حرب العصابات التي ابتكرها هذا القائد الإسلامي العملاق؟ هل سمعت عن أسطورة المغرب الإسلامي الأمير محمد ابن عبد الكريم الخطابي؟ وللمتيمين بأفلام المهمة المستحيلة Mission Impossible التي هي من نسج الخيال، هل سمعتم بالمهمة المستحيلة التي قامت بها كتائب الصحابة الفدائية باقتحام مدينة تستر الفارسية الحصينة، وذلك بعملية مستحيلة اخترقوها من تحت الأرض ومن تحت مياه الأنهار ومن بين الشلالات؟ الحقيقة التي يجب علينا أن ندركها أننا لا نعلم شيئا عن تاريخنا، وذلك لأسباب عدة، منها أن غزاة التاريخ قاموا بتزييف وتشويه التاريخ الإسلامي العظيم. فمثلا، تم شطب اسم بطل حقيقي قلما رأت الأرض مثله، كالبطل أحمد ابن فضلان الذي سنأتي على ذكره في هذا البرنامج إن شاء الله، فيشطب اسم هذا البطل من ذاكرة بطولاتنا ليوضع مكانه اسم خرافي مثل السندباد أو علاء الدين أو حتى علي بابا، فلا يبقى لنا بذلك في تاريخنا الممتد إلا قادة مجرمين أو علماء مجانين أو أبطالا وهميين لم يصبحوا أبطالا إلا بمصابيح سحرية أو بسط طائرة. وبهذا لا يبقى لك إذا كنت مسلما وأردت أن تصبح بطلا إلا أن تشد الرحال إلى الصحراء القاحلة أو غياهب الكهوف المظلمة، علك تجد مصباح علاء الدين الذي من خلاله ومن خلاله فقط يمكن لك أن تصبح بطلا ومسلما في آن واحد. وبعد أن يزرع فيك الغزاة هذا الشعور، فإن مفهوم القدوة يسقط من عينيك من دون أن تشعر أنت بذلك، فينعدم كيان شبابنا وتسود فيهم روح الانكسار، ولا يبقى لهم في النهاية إلا أن يكونوا تبعا لأولئك الغزاة، وعندها وبكل سهولة نسقط أنا وأنت كالثمار العفنة. ولكن هذا الوقت قد ولى وبغير رجعة، وسنقوم نحن بكتابة تاريخنا بأيدينا بعد أن ننفض الغبار عن قصص أبطال عظماء في أمة الإسلام غيروا مجرى التاريخ. سأتشرف بمتابعتكم للقناة على اليوتيوب لكي تصلكم حلقات البرنامج أولا بأول، وسأتشرف أكثر بقراءة مقترحاتكم واستفساراتكم بعد كل حلقة. تابعوا معي الحلقة القادمة لكي نبدأ بصبر أغوار العظماء المئة مع حكاية العظيم الأول من العظماء المئة. كونوا في الموعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجدنا ذات السلاسل عزنا أسوار تستر واسألوا قصر المدى.